نعم، أنا أعتقد أنه الأمور تسير بمسار جيد. هناك تفاعل للمواطنين بالرغم أن هناك بعض الخروقات، لكن أنا أرى هذه الخروقات محدودة، والأمور تسير بمسار جيد بالرغم أنه في هناك بعض المحافظات فيها يعني استمرارية بحالات جديدة، مثلا في أربيل، السليمانية، بغداد، النجف، البصرة، حتى واسط يعني أيضا فيها بعض الوفيات بسبب مرض الكورونا. لكن أعتقد أنه هناك أسباب متعددة، يمكن يكون النظافة، عدم الاختلاط مع الآخرين، لزوم البيت، الحظر اللي موجود الآن أعتقد إلى دور كبير. ومقارنة إن كانت المعلومات دقيقة اللي تصدر مقارنة مع الدول المتقدمة، فالعراق يعد من الدول اللي يعني هناك فيها تقدم جيد لانحسار مرض الكورونا، أو على الأقل نقول أنه الأعداد اللي لحد الآن ظهرت أعداد محدودة. نعم دكتور، لكن المشكلة بالأسابيع المقبلة، الأسابيع المقبلة ممكن الوضع راح يختلف تماما، وهذا الخوف من الأسابيع المقبلة. الآن تجد أن هناك عدم مركزية في خلية الأزمة.